يا عيد بن عياد وانت رسم الوحزام في وقت الشدايد ما يبور علقت نجمة زدتها قدر وجلال يوم ان غيرك يا معلقها فخور هالليل روح والشعر جل مجال حصيلة الهجس ثمرها في السطور اذا نويت انوي على صعب المنال واذا نحت تنحت على صم الصخور ما هو بيشعني سوى من قال طار لا من نصيته وان كبار الامور يا عيد بن عياد وانت رسم الوحزام في وقت الشدايد ما يبور في حفلك انطش العمايم والعقاو يوم التخرج ارقبه قد لي شهور علقت النجمة زدتها قدر جلال يوم ان غيرك يوم علقها فخور ورثك من هو لثقلت شل الثقل شايب على الفزعات والوقف جسور عياد وافعال بها نضرب مثال قد احتذاب من يبي فالطيب دور يمشاري وانت حزام في سود الليل ولا تغير كل ليالي والدور يا طاري الرفقة ما هي فالاتصال وليتك تعرف اللي نكن في الصدور هب اختصرها ولا يجي فيها جدال شرفة ومروين السلال مقدام جيش مطير والبندق تثور يهدي يا حين ولا جاوت النزال عدوهم فوق يحوم من الطيور إذا زعل وحول على الأرض اختلال وإذا رضى ولا تاسع الصدور من هو نواهم يعتبر دم حلال وخويهم نوهم ما يلحق القصور ورثك من هو لثقلت شل الثقل شايب على الفزعات والوقف جسور عياد وافعال بها نضرب مثال قد احتذاب من يبي فالطيب دور يمشاري وانت حزام في سود الليل ولا تغير كل ليالي والدور يا طاري الرفقة ما هي فالاتصال وليتك تعرف اللي نكن في الصدور هب اختصرها ولا يجي فيها جدال الشرفة ومروين السلال مقدام جيش مطير والبندق تثور يهدي يا حين ولا جاوت النزال عدوهم